صباح الفل عليكم جدعان. حلقة جديدة النهاردة، عد على لؤي نجيبه ونبدأ الحلقة. دلوقتي داخل علينا يا جدعان. صباح الفل. ايوه يا برو. ايه يا رجال، عاملين ايه؟ ازيكم؟ جهزوا الحلقه جامده جدا قوي النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم معانا في The Starving Homies. معاكم لؤي متولي وعمرو ابو زيد AKA Big Homie. تشالنج النهارده يا جماعه هيبقى تشالنج جديد علينا، ان احنا هنفضل النهارده اليوم كله في العربيه. وليه كده بقى يا جماعه؟ عشان احنا النهارده قررنا ان احنا نلف على محلات الشاورما السوري اللي نعرفها هنا، وهندي ريفيو بيست على الريفيو ده واللي انتوا هتكتبوه في الكومنت سكشن تحت. هنعمل تشالنج على مطعم الشاورما ده نفسه، هنوريكو كل حاجة ستيب باي ستيب، وهنديكو اكتشوال ريفيو على الشاورما. خليكو معانا ونشوفوا الدنيا عاملة ازاي. وما تنسوش يا جماعة تكتبوا لنا في الكومنت سكشن تحت انتوا عايزين تشوفوا ايه تشالنجز الابيسودز الجايين. وما تنسوش يا جماعة في الفلوج او الفيديو ده تدونا ثامز اب وسبسكرايب وشير الفيديو في كل مكان. يلا نبتدي. يلا نبتدي. ودلوقتي داخلين على الاكل اخيرا. جعان جعان. ايه وتقال اول مطعم معانا؟ انا سدنيشي. ايش طعنوس؟ ايش طعنوس؟ فراخ ولحمة يا جماعة. فراخ ولحمة. حلو. وده ايه ده؟ هو ليه ما قسمش الاثنين؟ هو قسم واحد؟ يا ابن يا باشا نقسمه احنا. ماشي. هو ايه قسم ايه بقى؟ دي لحمة. ماشي اضرب. تعال ايه اللحمة يا جدعان؟ تعال نجرب اللحمة الأول. تعال يلا بينا. اه دي حلوة. لا اللحمة دي حلوة حقيقي. يا ابني استمتع. جعان. انا اللحمه دي اديها 8.5 بصراحه. انا اديها 7. ثمانية ونص استحقها. ليه؟ عشان دابت في بقي. لا يا عم قاسم اهو. اربع. تشيكن تايم. فراخ اهي يا جدعان. يلا بينا. ما تيجي تشالنج بقى. تشالنج تايم؟ تشالنج تايم. كم؟ 3 2 1. ياكم قدي الفراخ دي 8 قدي 6 ها 8 عجبان. تتبيلتها حلوه مش تقيله مش فاقعه في بقي. انا قدي 6
نشرة معانا مطاعم تانية ونحدد وتحددوا معانا برضو عشان الحلقة بتاعت الشاورما دي تبقى حلقة شاورما. يلا على المطعم اللي جاي. يلا طبعا يا جماعة احنا خدنا وقت كبير عشان نوصل عمر السوري. اكل وصل اهو، اكل وصل بسرعة جدا. متفائل خير. تاكل ايه الاول؟ والله يا برو انا ابتدي بفراخ المرة دي. فراخ المرة او قال ايه؟ قال فراخ اخضر. فراخ احمر؟ فراخ اخضر احمر. مصمم احمر؟ اه ماشي. ايه دي فراخ؟ دي فراخ؟ دي بقى فراخ. انا ابتدي باللحمة الصراحة. كده كده احنا دايما عكس بعض. كنا دايما عكس بعض. استنى كده شاورما. والله انا مبسوط بالشاورما الصراحة. يلا بينا. تصدق ان دي اكتر شاورما خصوصا مزيتها يعني. طب حاسس بقى عشان ما توقعش عليك. لا ما انا ماسك. بس حلوة يعني مش زيت قوم. بس اللحمة مش مزيتها الحياة. والله احنا لازم نمشي وراهم ونوريكوا يعني. نفسي اوريكم فعلا لازم تعملوا بالموتوسيكلات. ما علينا نرجع للاكل. تقييم فراخ 7.5. لحمة اديها 9. I love. اللحمة بجد يعني بصراحة. نصفح مشط. نفضل الفراخ كم؟ 7.5. 7.5. فراخ طيب. لحمة طيب. شوف مبدئيا ده يا جماعة أبو عمور السوري. لا اللحمة 9 قوي. الفراخ أقسم بالله ده 10 تتسب. أحلى طعم فراخ. ممكن دي زيت أكتر بقى. الزيت مدي طعم. ده يا جماعة طعم الفراخ ما هو نفس الساندوتش. أنا عندي ما كانش بالمنظر ده. أوف. لا اللحمة مكيفة. واللحم والفراخ تحفة. خلاص يا جدعان بقى. خلاص بقى. لا 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 انا بصراحة اؤيد تشالنج ابو عمار. ابو عمار السوري يفوز. اللحمة مجنونة. الفراخ جامدة اوي بصراحة. ساندوتش مظبوط من الاخر. اوف. السعادة. السعادة. نطلع على اللي بعده. على اللي بعده يا جدعان. امسك.
هوبا شفت المطعم الايه جاي. وانتوا عاملين ايه يا جدعان؟ كله زي الفل. ايه رايكم في فكره الحلقه دي؟ كنوع من انواع التكبيت، كنوع من انواع ان احنا بنفيد الناس براينا والناس تحكم برضو بمنظر الشاورما، عشان راينا مهم على فكره. يعني استمتعنا كده واحنا بناكل مبسوطين. ايه الكلام يعني؟ ايه الكلام؟ ايه الكلام يا جدعان؟ نفسكم تاكلوا ايه؟ قولوا لنا بجد في الكومنتات نفسكم تاكلوا ايه؟ او نفسكم احنا نركب العربيه ونروح ناكل فين؟ نقيم ايه مثلا؟ نقيم ايه؟ ايه اللي حاجه داخله دماغكم عايزين تشوفوها؟ انا جات في بالي فكره دلوقتي يا برو. ايه رايك مثلا نعمل حلقه، بما اننا دلوقتي بنعمل الشاورما السوري ماشي، نعمل حلقة تانية يرحمكم الله. كورونا كورونا أستر يا اللي بتستر. يا رب. نكمل. كنا بنقول ايه رأيكم نعمل مثلا، بما اننا دلوقتي فعلا بنعمل حلقة سوري شاورما سوري، نعمل مثلا حلقة شاورما مصري مثلا. ايه رايك في الفكره في دي؟ في مطاعم ايه مصري هنا بتعمل شاورما؟ في 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 عربياتا بيعمل شاورما، في ابو حيدر بتاع مصر الجديده. طبعا ممكن نضحي ونطلع الدقي وناكل في سمسمه. طب والله يلا بينا. قولوا لنا لو دماغكم فيها مطاعم بتعمل شاورما مصري تاني، ده اللي احنا ده اللي احنا عارفينه عبال ما نعمل ريسيرش على الموضوع ده ونشوف برضو ايه يعني اذا هي دي المطاعم ممكن نقارن ما بين الثلاثه دول. وخدوا بالكم حلاوه برضو الموضوع ده ان احنا هننزل ونشوف المطاعم دي، وفي نفس الوقت لما نقيم كذا مطعم وتختاروا مطعم مفضل نعمل عليه تشالنج. نعمل عليه تشالنج فعلا. ممكن نصور بقى يا ممكن نصور في المحل او بلاش في المحل الايام دي عشان الكورونا وكده. ستاي هوم. احنا بنضحي منكمش، احنا بناكل في العربيه والله. كده احنا كده بناكل كده كده في العربيه والحمد لله احنا سلام. بس ستاي هوم. شكرا يا باشا حبيبي. فانس بس الزحمه يا جماعه. احنا رجعنا مواطننا الاصلي مدينه نصر بعد ما كنا روحنا ابو عمار. الصراحه يا جماعه مصر في قلبي. ابو عمار ده بجد اي حد في اي حته لازم يجي ياكل بجد. الشاورما ما تهزرش بصراحه، جميله كده. الزيت بيرفكت. كل حاجه كل حاجه مظبوطه. الزيت تتبيله الفراخ، التوميه، تحميصه العيش. خلاص بقى ما نلفش ونرجع ناكل تاني. والله يا ما عنديش مشكله. ايس بيبسي يا مان. يلا يا جدعان الحكايه خلف الجدران. الكينج ده السيد ابو ليه الابيض والفرسان. الابيض والفرسان القوه مقفوله احنا طول نفسي اموت. اللي خدت واحد فراخ صح؟
عمرو طول قوي وانا قعدت خلاص بقى تعبت. اعمل ايه؟ ثالث مطعم معانا يا جماعه النهارده ابو انس السوري. السوري مش الدمشقي. السوري يا جماعه ابو انس السوري ده موجود في مدينه نصر مستوى النحاس في المقطم. بصراحه مش عارف فين في المقطم بس موجود في المقطم. موجود في المقطم طالما المنيوز قال كده. اه يا باشا اوبا ادي المنيوز كده. دي اللحمه دي الفراخ مرات الجوفور. اه ميت فيرست. Give me chicken man. Take chicken bro. Chicken. يلا نجرب الشيكن. الشيكن يا جماعة زي ما انتم شايفين شكله عامل ايه. طبعا ايه احنا من كتر ما اكلنا في حياتنا فالشكل مش كل حاجة. اه طبعا. بس الشكل برضو يعني فاهم هو مهم. بيخطف عينك فاهم؟ اتخطفت؟ اتخطفت. انت بتبقى بايه؟ اتخطفت. فراخ. وانا لحم. يلا. المكرونة. فترة كتير قوي في اللحمة. الطحينة مش كتير. طب انا دوت الفراخ. واللحمة سبايسي. عشان ايه انا اكلت شاورما كتير النهارده فايه؟ مش هعرف اركز على فيس. الفراخ دي هاكلها بعدين. انا على نفس الفراخ دي هديها 6.5 بصراحة. انا اللحمة اديها 5. 5 اللحمة؟ يا راجل. يا والله. المنديل فين يا بروكس؟ خش على اللحمة. اللحمة ايه؟ طبعا عمرو هبقى غلبي بس اي حاجة من ايدي كمان. ازاي بالتأكيد؟ فراخ يلا. لحم. فيها سبايسي شوية؟ احنا ممكن نكون ظلمنا المطعم ده بعد ابو عمار عمال. او مش ممكن او احنا ظلمناه. احنا ظلمناه. لما تاكل حاجه حلوه قوي صح وتجرب تخش على حاجه ثانيه. بس الفراخ نوت باد. انا اللحمه هديها 6 عشان مملحه قوي. والفراخ هديها 6.5 بس هكملها الصراحه. لا انا عندي بقى يا جدعان حاجه. لازم اديكوا ريفيو. ياه بصوا شكلها. طيب تمام. اعمل احد عشر من عشر. يلا على اللي بعده. يلا بي. يلا على اللي بعده. واحنا كده وصلنا عند ابو مازن. باين ولا مش باين؟ باين. دلوقتي يا جماعة معانا المعلم ابو انس. ابو انس ايه؟ ابو مازن. سوري الشرمات دخلوا في بعض. عم ابو مازن الراجل اللي احنا نعرفه اكتر من ابونا نفسنا. اكل الشاورما بتاعته يا جدعان. ده ابو مازن السوري ده تقريبا
محل دخل الشاورما السوري مصر. وده اول محل شاورما سوري اصلا. سوري بعد كده كله بقى ابو مازن يوسف ابو مش عارف ايه. ابو مازن ده هو الاصل. تحب تبتني باي حاجه يا برو؟ اي حاجه منك حلوه. اطلع 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 عدي يلا احلى لحمه. هات لحمه يا برو. هوبا هات منديل بقى كده يا برو عشان ما ايه نجيب منديل. هات منديل. امسك لحمة يا جماعة منظرها اهي. استنى بقى افتح كده دلوقتي فاكرة ان انتوا مستنيينها. بسم الله الرحمن الرحيم. هوبا جامد. حلوة جامد حلوة. كم؟ 7 ونص which is good. 8 بصراحة. 7 ونص which is good. انا هكمل التاني بعدين ده عشان اعرف اقيم الحاجة واكل بعدين براحتي. انا بمسك الحاجة معرفش سبعة تعرف ليه. طفل الشوربة براحتك. هذا مش شاورما مان. الآن اي هفتح بس اعمل بروباجندا. اب نيكست عندنا الشاورما فراخ اللي هي اول شاورما فراخ سوري اكلها في مصر. This goes way back. لا يا فندم احنا بنصور مش وقت تليفونات. قفلته. اوريكم الفراخ تاني اهي. استنى يا مان استنوني والنبي. قبل ما I'm driving man. Man it's sweating. طب يا مان too يعني much زيت. خلي عندك دم وافتح لي الساندوتش كده وقول لي اتفضل يا عموره. انا اسف. اتفضل يا عموره الساندوتش ده. خلاص يا عم بعد ايه بقى ما تفحصه. يلا يلا 3 2 جو. نقط حق امك نقط مش على العربيه. اوكي سوري فور ذا ديلي جايز. نرجع بقى للي كنا بنعمله اللي هو انا بالنسبه لي هدي الساندوتش ده 6.5 وانا اديله 7 الصراحه. Which is still برضه not bad. معقول حلو لذيذ. كده يا جماعه نبقى خلصنا الاربع محلات. عايزينكم تكتبوا لنا في الكومنت سكشن تحت ايه المطعم اللي انتوا تعرفوه اوريدي من قبل ما نصوره وعاجبكم وشايفين ان احنا نصور فيه تشالنج وايه هو التشالنج. وقولوا لنا برضه رايكم على شكل الحلقه اللي في العربيه. طبعا عشان الكورونا يا جماعه والكلام ده فاحنا ما بننزلش ناكل في مطاعم بناكل في العربيه. انا ما عنديش ولا هو عنده الحمد لله يعني. اه يا جدعان براءه الحمد لله. فاحنا قاعدين في العربيه بنصور ونعمل الكلام ده. لو عايزين تشوفوا تشالنجز او ابيسودز فلوجز والانواع دي كلها واحنا في العربيه اكتبوا لنا برده في الكومنت سكشن تحت. ما عندناش اي مشكله نروح حتت بعيده بس تبقى في القاهره ونصور فيها فيديو يعجبكم. تحب تقول حاجه للناس؟ اقول يا رب التجربه تكون عجبتكم فعلا النهارده. ولو عجبتكم استنوا حلقات من دي كتير جدا. وهنستفيدوا منها واحنا هنستفيد منها ونجرب مطاعم جديده ونقول لكم راينا وانتوا تقيموا برضو شكل الساندوتش وشكل كل حاجه.
وكله يطلع مستفاد من الحلقه دي. وما تنسوش يا جماعه تكتبوا لنا في الكومنت سكشن تحت انتوا عايزين تشوفوا ايه تشالنجز الابيسودز الجايين. وما تنسوش يا جماعه في الفيديو ده بالذات تدونا ثامز اب وسبسكرايب وشير الفيديو ده في كل مكان. السلام عليكم.